للحديث أكثر عن الوضع الحقوقي في العراق والبيان الذي أصدره قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في الهيئة الدكتور أيمن العاني. دكتور أيمن، السلام عليكم. أصدرتم بيانا حول الاعتقالات التي تمت خلال شهر أيار الماضي فقط والتي زادت على 11 ألف مواطن. بداية، يعني إلى ما ترجع تزايد أعداد المعتقلين خلال هذا الشهر؟ ما السبب في ذلك؟ أخي الكريم، يعني القمع الحكومي للشعب العراقي ماض وبقوة، لا تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها. النهج هو واحد، القمع هو واحد، الانتهاكات متعددة جسيمة، التنكيل بأساليب مختلفة. حقيقة الأمر هنالك يعني معلوم أنه التظاهر مستمر في البلاد على الرغم من كل محاولات الحكومية استخدام القوة المفرطة والعنف غير المبرر، وبالنتيجة الآن الحكومة تسلك مسلك كأنما يعني مسلكا ناعما. نعم. تسلك الحكومة لمحاولة فض هذه التظاهرات وهذه الأرقام المهولة حقيقة للاعتقالات، يعني لم تفاجئنا لكنها الأعلى خلال عام 2020، والعالم كله يعيش في ظل أزمة الكورونا وتفشي الوباء هذا القاتل سريع الانتشار، وهو خطير جداً بالنسبة يعني لا سيما الفئات الضعيفة ومنها السجناء، لكن الحكومة ماضية في القمع كما ذكرت، وماضية في التنكيل، وماضية في الاعتقالات، وهذا الرقم العالي جدا هنالك أكثر من الثلثين منه باتوا بعداد المفقودين. وأنا مسؤول عن كلامي اليوم، لدينا في الشهر الماضي يعني أكثر من 6000 أو 7000 مفقود من هؤلاء المعتقلين الذين الحكومة أعلنت عنهم في حملات دهم واعتقال معلنة، لكن لا أحد يستطيع الاتصال بهم، انعزلوا عن العالم بشكل كامل. طيب. وبالنتيجة أصبحنا أمام اختفاء قسري تتحمل الحكومة المسؤولية تجاهه. طيب دكتور أيمن، ذكرتم في بيانكم أن بغداد وذي قار والبصرة أتت بالمراتب الثلاث الأولى من ناحية الاعتقال، كيف يمكن قراءة توزيع المناطق التي استهدفت المواطنين بالاعتقال؟ أخي الكريم، هي الاعتقالات شملت يعني 15 محافظة. نعم. لكن بالمراتب الأولى هكذا هو التعداد، يعني يذكر المرتبة الأولى والمراتب الأخرى. الاستهداف، لأنه تعلم حضرتك أنه بغداد هي فيها العدد السكاني الأكبر بالنسبة كنسبة وتناسب مع المحافظات الأخرى، وفيها الحراك الأكبر أيضا، يعني التظاهرات الأكثر، فيها التواجد الحكومي بشكل متسلط أكثر حقيقة، لأنه يعني تعلم أنه الحكومة في مركزها في بغداد، الأجهزة الأمنية بمختلف مسمياتها والتابعة لوزارتي الدفاع والداخلية أكثر نشاطها الحقيقة داخل العاصمة، فكانت العاصمة يعني أكثر من 6000 معتقل في العاصمة فقط، تخيل. يعني هكذا كانت الأرقام. نعم دكتور. بمعدل أكثر من 200 شخص يوميا. دكتور، يعني 11213 مواطنا هم قيد الاحتجاز واعتقلوا خلال شهر واحد فقط، لكن لو سألتك هل باستطاعة أماكن المعتقلات في ظل جائحة كورونا أن تستوعب هذا العدد الضخم من المعتقلين؟ شكرا على هذا السؤال المهم حقيقة. نعم. المعتقلات في العراق والسجون الحكومية المعلنة، طبعا نتحدث عن السجون الحكومية المعلنة، نعم، الاكتظاظ فيها شديد جدا،
قلة التهوية الهواء لا يصل إلى المعتقلين بشكل مناسب، هنالك إهمال صحي متعمد من قبل إدارات السجون للمعتقلين، هنالك تم التعيين بأن هناك معتقلين إصابتهم بالكورونا أصبحت مؤكدة، وهذا حقيقة نحن أمام كارثة إنسانية كبيرة جدا تضاف إلى الكوارث الإنسانية التي يعيشها الإنسان العراقي في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة، ونحن الآن نعيش في تحت يعني يرزح العراقيون تحت هذه الحكومة الثامنة التي كما ذكرت لا تختلف عن سابقاتها من قبيل الإضافة إلى سجل الانتهاكات الحافل والمليء، هي تضيف إلى هذا السجل ملفات كثيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ومنها الاعتقالات غير القانونية واعتقالات تعسفية واعتقالات يراد منها التنكيل بالمعتقلين وإبعادهم وعزلهم عن العالم وحرمانهم من التواصل مع ذويهم، وطبعا حرمان ذويهم أيضا من التواصل معهم، وهذا الحال حقيقة هو الساري في العراق مع الأسف الشديد منذ 2003 وحتى اليوم. من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، شكرا جزيلا لكم.